رفضت الحكومة الكولومبية لمطالب اسكوبار. هذا جوليانو، جوليانو هو أحد الرجال المقربين لبابلو اسكوبار. إيش سوى؟ سارق بابلو اسكوبار. احتساء القهوة في هذا المكان قبل 30 سنة، يعني أنت أحد الرجال المطلوبين للعدالة في التاريخ. أخطر رجل إصابة عرف التاريخ بابلو اسكوبار. من استعداد السفر المهمة هالحبيب، باقة كويك نت تجوال سفر خلها معك، مو في دولة واحدة، في دول كثيرة تشتغل. 20 جيجا 250 ريال لمدة أسبوع إذا سفرتك قصيرة، وإذا سفرك طويلة 30 يوم مثلا عندك باقة 50 جيجا ب 360 ريال. احنا الآن متوجهين للكاتدرال اللي هو سجن بابلو اسكوبار اللي سجن فيه. ووصلنا إلى لكاتدرال سجن بابلو اسكوبار. ملك ميديجين أو ملك ملوك أمريكا اللاتينية كما تطلق عليه الأسامي، أو ملك الملوك كما سماه أخوه روبرتو في كتابه الشهير، يسكن في هذا المنتجع أفخم سجن في العالم، سجن بابلو اسكوبار، أفخم سجن في العالم. وقصة هذا السجن غريبة جدا، ممكنها أغرب قصة تسمعها في حياتك. بعد أن استمر الحرب بين الحكومة الكولومبية وعصابات بابلو اسكوبار، رضخت الحكومة الكولومبية لمطالب اسكوبار، فطلب منهم ثلاثة مطالب رئيسية: أولا عدم تسليم لأمريكا، ثانيا أن ينسجن في كولومبيا ويبني سجنه بنفسه، ثالثا أن يختار حراس الشخصيين منه. أما هو فقد استقر في هذه النقطة التي تطل إطلالة مباشرة على ميديجين، يراقب الحكومة والشعب وتجارته اليومية، أو حتى لو خطر ببال الحكومة أن تهاجم بابلو اسكوبار في هذا المنتجع أو في هذا السجن، ليس أمامها إلا طريق واحد وهو الطريق هذا، بذلك يكون مكشوف جدا لبابلو اسكوبار وعصابته. حتى أنه أداء يعني جلس في هذا السجن تقريبا 3 سنوات لم يستطيعوا أن يصلوا إليه، وعندما حاولوا هرب من المخارج الخلفية. السجن الآن مركز تأهيلي وأحيانا ما يدخلونك، لكن مع أنخل سيمبره الميخور سيفيسي. هلا كم استان؟ gracias. los amigos de mi amigo. فزي ما تشوفون في المنطقة هذه، هنا المطار الخاص لسجن بابلو اسكوبار، هذه المكان اللي تهبط فيه الهليكوبتر، وهنا مطل على مدينة ميديجين الخاصة. هنا تروى القصص، وهنا تروى أغرب القصص، سواء هي ملفقة أو هي قصص حقيقية أو واقعية من أفلام وثائقية، سواء في نتفليكس أو أمازون برايم، وأشهرها فيلمين إنفليتريتر فيلم أمريكي، وأيضا الفيلم الثاني اللي هو لافينج بابلو، كلها تصور أحداث غريبة حصلت في هذا السجن. في هذه المنطقة كانت تدار 70% من تجارة المخدرات في العالم. في هذه المنطقة كان يسكن أخطر رجل عصابة عرفه التاريخ بابلو اسكوبار. يقال أنه في هذا السجن تم تقطيع وحرق جوليانو أحد مرافقين بابلو اسكوبار الخاصين في هذه المنطقة، يصور فيلم يصور أنه تم قتله وتقطيعه وطبخه للسجناء في هذه المنطقة، أفلام كثيرة. المقربين من بابلو اسكوبار ينفون كل القصص التي حصلت هنا، وإنما يتهمون الإعلام الأمريكي والإعلام العالمي بتشويه سمعته. لم يبقى من عصابة بابلو اسكوبار إلا رجلين: روبرتو اسكوبار شقيق اسكوبار الأكبر، والمحاسب العام لميديجين كارتل، وبيبيو. بيبيو تم استخدامه في بعض الأفلام الوثائقية أو الأفلام الواقعية ليروي قصص غير حقيقية، لذلك جميع عائلة اسكوبار والمقربين منه يكرهون بيبيو. هذا هو المدخل الخاص في غرفة بابلو اسكوبار. هذه المنطقة اللي على اليمين هو السجن كامل، أما بابلو اسكوبار فينزل من هذا الدرج الخاص به ثم يطلع مع هذا الدرج الآخر. هنا غرفة بابلو اسكوبار الشخصية، ويقال أنها مطلة على السجن كافة، ويحيط بها تقريبا 40 حارس شخصي. هذه هي غرفة بابلو اسكوبار الخاصة في السجن، ما نقدر نصورها لكن مطلينها برا صورة عادية. وهنا مكتبته الخاصة، لكن تشوفون هذه شنو هي؟ هذه هي الفلوس في سجنه. شرب القهوة في هذا السجن قبل 30 عام
معناها أنت من الأشخاص المطلوبين في العالم، مطلوب للعدالة. أما الآن فأنت سائح تتنقل في أسورة هذا السجن المرصع في كل زاوية بالأحجار الكريمة. ويقال أنه سجن بابلو إسكوبار الداخلي والغرفة الخاصة والمكتب الخاص مرصع بالزمرد، وهذا غير مستغرب لأنه كولومبيا تستحوذ على 70% من تجارة الزمرد في العالم، وهي أكبر دولة تصدر الزمرد في العالم. قهوة في سجن بابلو إسكوبار. هذا البيت مملوك لبابلو إسكوبار. بالمناسبة كان بابلو إسكوبار يملك أكثر من 60% من عقارات مدينة ميديجين الكولومبية. فقضى بابلو إسكوبار آخر أيامه هنا. من أطاح به فيرجينا الإعلامية التي كانت ويقولونها عشيقة بابلو إسكوبار، وكانت تحبه وتمكث معه أحيانا في السجن، إلا في الأيام الأخيرة استطاعت التخلص منها بحجة أنه كان يشك أنها تنقل معلومات مغلوطة عنه. فحاصرها الحكومة الكولومبية فقالت لهم بالحرف الواحد نقطة ضعف بابلو إسكوبار هو عائلته، زوجته وابنه وبنته، فلا بد أن يكلمهم خلال الأسبوع مرة أو مرتين. فحصروا عائلة بابلو إسكوبار في فندق كان هو قد رتب لهم طيارة وجوازات أن يسافرون لألمانيا ويهاجرون من كولومبيا، ولكن الحكومة قبضت عليهم ووضعتهم كرهينة في مكان مخصص في فندق. فاتصل بابلو إسكوبار على زوجته واستغرقت في المكالمة تقريبا 6 دقائق، استطاعوا أن يحددون مكان. شفتوا هذا الحي اللي هو إنه موجودين فيه الآن؟ أيوة، هذا المبنى الأحمر، هذا زي تشوفون هنا. هنا بابلو إسكوبار كان يكلم زوجته وأبنائه في الفندق من هذه الطاقة، وكان يتكي على الطاقة ويكلم بالتليفون. فلما بدأ الحرس يحددون المنطقة، يحددون الاتصال جاي من البلوكة هذه كاملة، فبدأوا يمشطونها مشط كامل. فلاحظوا بابلو إسكوبار جالس هناك، كسروا الباب فوجدوا بعض حراس بابلو إسكوبار، ثم أطلقوا عليهم النار وقتلوا هنا. أما بابلو إسكوبار فقد هرب من الزاوية الخلفية، قفز بابلو ويا مجموعة معه مع هذه الطاقة، وقتل بابلو إسكوبار في هذه المنطقة. وهنا قبر بابلو إسكوبار وأمه وأبوه وأخته وبعض من عائلته والمقربين الشخصيين. هنا يأتي السواح يأخذون بعض الصور والفيديوهات، وأيضا منهم مؤيد ومنهم معارض، ولكنه يعتبر مزار سياحي لا يمكن استغناء عنه في كولومبيا. وهذه هي التماثيل لقبر بابلو إسكوبار وعائلته، أبوه وأمه وأخوه وبعض من أقاربه. هذه المنطقة يحسن السواح للتصوير، وأيضا بعضهم معارض وبعضهم محب. نقف الآن أمام التمثال أو النصب التذكاري لقبر غريسيلدا. غريسيلدا هذه تسمى بالأرملة السوداء لأنها قتلت 3 من رجالها. هي أصبحت مصدرة العنف في ميامي في سبعينات القرن الماضي، وأصبحت الذراع الأيمن لبابلو إسكوبار لنشر إمبراطوريته ومخدراته وكوكايينه في ميامي. بل كانت ترسل الفتيات الجميلات من كولومبيا وتيسر إجراءات سفرهن لأمريكا وتمنحهن الكوكايين حتى ازدهرت إمبراطورية بابلو إسكوبار في ميامي. أصبحت الهدف الأول لأمريكا، تم القبض عليها وسجنت لمدة 20 سنة، ثم أرسلت إلى كولومبيا. لما وصلت هنا بدأت تصفية الحسابات مع ديون الماضي. في عام 2012 لما غريسيلدا بلانكو طلعت من هذا المتجر اللحوم، تم قتلها بالرصاص 10 طلقات في رأسها، ولا يعرف من هو القاتل، ولكن كل الكولومبيين مقتنعون أنها من ديون الماضي. هذا التمثال لشخص يدعى غوليانو. غوليانو هذا أحد رجال بابلو إسكوبار. هذا غوليانو هو أحد الرجال المقربين لبابلو إسكوبار. إيش سوى؟ سرق بابلو إسكوبار. لما سرق بابلو يقال أنه بابلو قطع وطبخوه وأكلوه اللي في السجن، وروايات أخرى تقول قطعوه وصهروه. كل هذه روايات مختلفة في عدة أفلام وثائقية، ولكن ميديجين كارت اللي هم عصابة بابلو إسكوبار بما فيهم أخوه ينفون الكلام هذا. بناخذ معهم لقاء.